أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع. في هذا الفيديو سنقوم بوصف الوحدة الأولى لمادة التربية الوطنية. تتناول هذه الوحدة عزيزي الطالب مفهوم حقوق الإنسان بهدف زيادة وعي الطلبة بهذا المجال، أيضاً التعرف على الحقوق والواجبات وحقوق الإنسان في الإسلام وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية والقانون الدولي، كما تتناول حقوق المرأة والمجتمع وأثر ذلك في بناء شخصية الطالب ليكون مواطنا صالحا. إذن في هذه الوحدة تتعرف على حقوق الإنسان وما مفهوم كلمة حقوق، أيضا ما هي أنواع الحقوق والتعرف على الحقوق والواجبات. تتضمن أنواع الحقوق هي حقوق اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، والحق في الغذاء الكافي، أيضا الحق في السكن وفي التعليم وفي الصحة والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة الثقافية والعمل. ما هو تعريف حقوق الإنسان؟ هي حقوق نتمتع بها جميعنا لمجرد أننا من البشر، ولا تمنحنا إياها أي دولة، وهذه الحقوق العالمية متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو نوعهم الاجتماعي أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر. أيضا حقوق الإنسان في الإسلام هي الأمانات، كل مؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوصة ولا مطولة بها، ويدخل في ذلك أمانات الأموال والأسرار التي لا يطل عليها إلا الله سبحانه وتعالى. من يملك حقوق الإنسان؟ الجميع على الإطلاق هما يملك حقوق هذا الإنسان، كما قلنا حقوق الإنسان هي حقوق اقتصادية، اجتماعية، تعليم، الصحة، الضمان، المشاركة في الحياة الثقافية والصرف والعمل والحياة الثقافية. في نهاية الوحدة سيتمكن الطلاب من أن يستوعب المفاهيم والحقائق الواردة في الوحدة، يكتسب القيم والاتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة، أيضا يميز بين الحقوق والواجبات، يقارن بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إذن في نهاية هذه الوحدة عزيز الطالب يستوعب الطالب مفاهيم وحقائق واردة في الوحدة، يكتسب القيم والاتجاهات كما قلنا والمهارات الواردة أيضا في هذه الوحدة، يميز بين الحقوق وبين الواجبات، ويقارن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما ربط هذه الوحدة مع المواد الأخرى فترتبط مع التربية الإسلامية التي تتحدث عن أهم حقوق الإنسان التي كفلها الإسلام. أيضا ترتبط هذه الوحدة مع تكنولوجيا المعلومات والتي ستعود لها أثناء البحث وعمل الوحدة، ومن خلال مشروع الوحدة الذي سيقدمه الطالب فهو يحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع لمصادر موثوقة. إذن ترتبط هذه الوحدة مع التربية الإسلامية لأنها تتحدث عزيز الطالب عن أهم الحقوق للإنسان، وأيضا ترتبط مع تكنولوجيا المعلومات التي تعود لها أثناء البحث وعمل الوحدة من خلال المشروع الذي سيقدمه الطالب ويحتاج إلى جمع المعلومات وترتيبها بالرجوع لمصادر موثوقة. أما مشروع هذه الوحدة عزيزي الطالب، يتمثل مشروع الوحدة بعمل عرض تقديمي عن إحدى الشخصيات الآتية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال تقسيم الطلاب إلى مجموعات تقوم على كل مجموعة بعمل قسم معين عن أقسام عنوان البحث. من هذه العناوين الأم تيريزا، مارتن لوثر، وهناك معايير لهذا المشروع عزيز الطالب: توثيق المصادر المعلومات التي تم الرجوع عليها في عمل المشروع، التعريف بموضوع المشروع، والإثراء بالشواهد من خلال فيديو تعريفي عن الموضوع، وعلى الأقل الرجوع إلى 4 مصادر لهذا المشروع. إذن يتمثل بعمل عرض تقديمي عن إحدى الشخصيات الآتية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال تقسيم الطلاب إلى مجموعات تقوم على كل مجموعة بعمل قسم معين
وهذه العناوين هي الأم تيريزا ومارتن لوثر ومعاييرها كما قلنا، مصادر المعلومات التي تم الرجوع عليها في عمل المشروع والتعريف بموضوع. أما ربطها مع رؤية ورسالة المدرسة، تحفز دراسة هذه الوحدة لامتلاك العقلية الدولية المنفتحة بمناقشة قضايا الفخر في الهوية الثقافية للفرد ضمن تعدد بيئات العمل المدروس. أيضا يعزز مشروع الوحدة التي ستقوم به عزيز الطالب من بحث وأعداد عرض تقديمي سمات القيادة والانفتاح. عليك أن تقيم نفسك أو فهمك ومهاراتك في الوحدة بكتابة فقرة من خلال إجابة عما يأتي: ما هي أبرز الموضوعات والقضايا التي درستها في وحدتك ترتبط بالواقع وتمنحك تعلما مستمرا مدى الحياة؟ لو أعدت تخطيط وحدتك ماذا تضيف وماذا تحذف؟ إذن عزيزي الطالب، هنا تقوم دراسة هذه الوحدة لامتلاك العقلية الدولية المنفتحة بمناقشة قضايا الفخر في الهوية الثقافية للفرد. أيضا كما قلنا ارتبطت هذه الوحدة مع التربية الإسلامية التي تتحدث عن أهم حقوق الإنسان التي كفلها الإسلام، وترتبط أيضا هذه الوحدة مع تكنولوجيا المعلومات من خلال المصادر التي ستعود لها أثناء عملك لهذا المشروع. كما يعزز مشروع الوحدة وما يرتبط من بحث وإعداد عرض تقديمي سمات القيادة والانفتاح. بعد الانتهاء من هذا جميعا من هذه الموضوعات عزيزي الطالب، عليك أن تقيم فهمك ومهارتك، ما هي أبرز الموضوعات والقضايا، ولو أعددت تخطيط وحدتك ماذا ستضيف وماذا تحذف في هذه الوحدة. إذن في نهاية الوحدة وبعد دراسة عزيزي الطالب، ستتمكن من استيعاب المفاهيم والحقائق الواردة في الوحدة، واكتساب القيم والاتجاهات والمهارات الواردة في الوحدة، تمييز بين الحقوق والواجبات، والمقارنة بين حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والإعلان لحقوق حقوق الإنسان. إذن هنا بعد الانتهاء عليك أن تقيم نفسك في أبرز الموضوعات والقضايا والتي درستها في وحدة الحقوق والواجبات. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم.